البنات الصغيرات ينظرن إلي وكأنني أب لهن، يفتقدن الحنان، يفتقد الطفل منهم إلى حنان الأب. جرب يا أخي الحبيب، اسمعوا لقصة تاجر أعرفه شخصيا من أهل الإمارات، ما يرضى أن يكفل الأيتام في بلادهم، بل يأتي بالأيتام من أنحاء الأرض إلى دبي في مدرسة ومساكن خاصة على حسابه. بنى مسجدا، جئته في رمضان يفطر مع الأيتام كفطورهم، مئات الأيتام بحسابه الخاص، فطور معهم، الجلوس معهم، الصلاة معهم في ساحة مسجده. جعل لهم مدرسة خاصة تكفل بهم بحسابه، أكل، شرب، مسكن، رعاية، تربية، اهتمام، دراسة، كلها على حسابه، مئات الأيتام. ليس هذا فقط، بل بنى لهم جامعة خاصة يدرسهم فيها. ليس هذا فقط، اتفق مع الشركات أن يؤهل لهم فنيين وأصحاب شهادات من الأيتام، إذا اشتغل واعتمد على نفسه هنا يكون قد أدى الأمانة. رجل شايب كبير بالسن لكنه حافظ على هذه وهذا العمل، يلقى الله عز وجل آلاف الأيتام الذين تكفل بهم في هذه الدنيا. أحلى شيء وأجمل شيء في هذه الدنيا أن ترعى لك يتيما وتهتم بيتيم وتنشئه وترعاه وتتكفل به، لتلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، لتتخيل يا عبد الله يوم القيامة الأيتام كلهم عند الله يوم القيامة يشفعون لك عند الله. جرب وفكر وقرر أن ترعى يتيما في هذه الدنيا لتلقى الله عز وجل بأعظم الأعمال.